نشرة الأخبار. السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون، خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية. فيتش رايتنج ترفع من تصنيف تونس الائتماني إلى 3 سي إيجابي. أكثر من 22 ألف موطن تكوين في 400 اختصاص توفرها مراكز التكوين المهني مع مفتتح السنة التكوينية الجديدة اليوم. وفي العالم، حركة حماس تؤكد جاهزيتها لخوض معركة استنزاف طويلة الأمد ضد الكيان الصهيوني في قطاع غزة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى إشرافه أمس على اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون، خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، أو تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى، كالحليب والسكر واللحوم البيضاء وغيرها. كما أكد أن الكارتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني. وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي، والقانون يجب أن يطبق على الجميع، وأن الشعب التونسي من حقه الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه. وتداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم، وأكد رئيس الجمهورية أهمية هذه المؤسسة الدستورية، وعلى أن لا مستقبل لتونس إلا في ظل تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة، ويحصن الفكر من كل الانحرافات، ويمثل سدا منيعا ضد كل من يريدون اغتيال الفكر الحر. وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تونس اليوم تشق طريقها إلى المستقبل بثورة تشريعية لا يمكن أن تقوم إلا على ما يريده الشعب التونسي، ويقطع نهائيا مع التشريعات التي وضعت في الظاهر باسم الشعب، ولكنها في حقيقتها ضد إرادة الأغلبية، خدمة لمصالح أقلية لا تعيش إلا في مستنقعات الفساد وشبكات العمالة والخيانة. وفي السياق نفسه المتعلق بالتعليم، شدد رئيس الجمهورية على مزيد تكثيف المجهودات الأمنية في محيط كل المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من كل المخاطر، سواء تلك المتعلقة باستهلاك المخدرات أو من العنف الذي يمكن أن يستهدفهم في تنقلهم. كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وجود حلول عاجلة للمعلمين والأساتذة النواب وللقيمين ومرشدي التطبيق في كنف الشفافية الكاملة، وبناء على قواعد العدل والإنصاف. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه أمس فتح زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي على ضرورة أن تقوم اللجنة التونسية للتحاليل المالية بدورها كاملا، خاصة وأن عديد الجمعيات تتلقى مبالغ خيالية من الخارج، وتتولى تمويل عدد من الجهات التي تضخ بدورها هذه الأموال لأغراض سياسية مفضوحة، في خرق تام للقانون وفي تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس. وأطلع رئيس الجمهورية بالمناسبة محافظ البنك المركزي على عينة صغيرة من التمويل الأجنبي للجمعيات، كان على اللجنة الوطنية للتحاليل المالية أن تتلقى في شأنها إشعارا، وأن تتثبت في مصدرها وتحيلها على القضاء.
رفعت وكالة التصنيف الأمريكية فيتش رايتينج أمس من تصنيف تونس الائتماني إلى CCC إيجابي مقابل تصنيف CCC سلبي قبل ذلك. وأفادت فيتش بأن الترفيع في تصنيف تونس يعكس ثقتها المتزايدة في قدرة الحكومة على تلبية حاجياتها في تمويل الميزانية، مؤكدة تحسن قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالدين الخارجي للفترة 2024-2025. الخبير الاقتصادي مراد الحطاب اعتبر التصنيف الجديد رسالة إيجابية يدل على قدرة تونس على تحمل التزاماتها الخارجية. رسالة إيجابية لتونس بعد 3 سنوات تقريبا الوكالة تحسن في تصنيف تونس الائتماني، معناها قدرة تونس على تحمل ديونها وعلى الإيفاء بالتزاماتها الخارجية. التصنيف هدايا يقوم على 3 جوانب أساسية. الجانب الأولاني هو أنه الدولة التونسية اليوم عندها حيز إيجابي على مستوى التوازنات المالية العامة على مستوى ميزانية الدولة يمكنها من الإيفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية بالكامل. بالنسبة ل 2024 تونس أوفت بالتزاماتها بالكامل، وبالنسبة ل 2025-2026 تتوقع أن تونس بتكمل في نفس النسق مع المحافظة على مستوى احتياطي من النقد الأجنبي في مستوى مريح. اليوم تونس تقريبا عندها 26 مليار دينار احتياطيات ما يعادل 117 يوم دوري. من ناحية أخرى أكدت وكالة فيتش أنه الدولة التونسية لم تستحق تمويلات خارجية كبرى، وأكدت أنه تعويلها على التدين الداخلي يلبي حاجياتها سواء على المدى المتوسط أو على المستوى القصير. تراجعت قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها إلى موفى أوت الماضي بنسبة 27.3% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وقدرت ب 207.8 مليون دينار وفق نشرية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وأشارت الوكالة إلى تسجيل 1612 عملية استثمار إلى نهاية أوت الماضي، أي بتراجع بنسبة 5% مقارنة بالسنة الفارطة. توفر مراكز التكوين المهني مع مفتتح سنة التكوينية الجديدة اليوم 22275 موطن تكوين موزعة على 400 اختصاص. مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني مروان بن سليمان أكد في تصريح للإذاعة الوطنية إدراج عدد من الاختصاصات الجديدة التي تتماشى مع حاجية سوق الشغل في برامج التكوين. العودة التكوينية اللي إن شاء الله باش يكونوا على ذمة الشباب التونسي 22275 موطن تكوين موزعة على 400 اختصاص في كل المجالات الاقتصادية، مطلوبة جدا في سوق الشغل التونسي والعالمي، موزعة على 4 مستويات تكوين اللي هي شهادة المهارة، مؤهل التقني المهني، شهادة الكفاءة المهنية، ومؤهل التقني السامي. إثناء فما شعب جديدة في التكنولوجيات الحديثة، فما اختصاص الألياف الضوئية، اختصاص تشخيص انبعاثات الكربون، باش نلقاو اختصاصات كيما البرمجة على هواتف الأندرويد. المتكونين في التكوين المهني عندهم الحق في السكن المجاني، عندهم الحق في الأكل المجانية. مهمة أن نوفر كل الظروف الملائمة باش يقرأوا على الواح. قدرت وزارة التربية الحاجيات الإضافية من المدرسين الواجب تسديدها مع منطلق السنة الدراسية الجديدة بحوالي 10700 مدرس موزعين على مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، سيتم تغطيتها من ضمن خريجي علوم التربية وتسوية وضعية النواب بالانتداب فضلا عن بعض النيابات المستمرة. مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية محمد جزوني أوضح أن شغورات التعليم الابتدائي تم سدها خلال اليومين الماضيين بمعدل 2598 مدرسا من خريجي علوم التربية، وأشار إلى أنه ستصدر قريبا النصوص الترتيبية الخاصة بقرار التسوية الشاملة لوضعية المدرسين النواب لسد الشغورات في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي.
أعلن كاهية مدير مقاومة الأمراض الحيوانية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة هاني الحاج عمار تسجيل ارتفاع في عدد بؤر الإصابة بداء الكلب التي بلغت خلال هذه الفترة 295 بؤرة بعد أن كانت 270 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ودعا المواطنين إلى الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب عفى الله الجميع. إلى حد الآن معناتها فما 295 تقريبا بؤرة عمناو في الوقت هذا عدد ما يقارب 270، فما ما يقارب 25 بؤرة زايدة حسابين. نعم. ماهيشك الحاجة اللي اختيرة برش بالنسبة لعملية التلقيح. أول حاجة فما دو كومبوزونت هما في التلقيح، وزارة الفلاحة تحط في ذمة المواطنين مراكز التلقيح القارة متمثلة في إدارات الفلاحة اللي موجودين في المعتمديات موجودين في الولايات. اللي عنده حيوان ينجم يتوجه بك الحيوان هذا لإدارة الفلاحة. والكومبوزونت الثانية تتمثل في الفرق اللي تتوجه للمواطنين بورتابور، فما فرق تعمل مركز متنقل وبالبوق يكلموا العباد باش يعملوا عملية التلقيح هذه. نعاود نقول راهو التلقيح راهو مجاني وإجباري في نفس الوقت، ندعو للمواطنين أنه يدخلوا معنا في عملية التلقيح. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. أهلا بكم من جديد في أخبار العالم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتوجه اليوم إلى مدريد في زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة، وذلك بدعوة من إسبانيا بعد اعترافها بدولة فلسطين حسب مصدر رسمي فلسطيني. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار يؤكد جاهزية الحركة لخوض معركة استنزاف طويلة مع إسرائيل في قطاع غزة بإسناد من حلفائها الإقليميين المدعومين من إيران، وذلك بعد دخول الحرب شهرها 12. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشدد أمس في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية على ألا شيء يبرر العقاب الجماعي الذي تنزله إسرائيل بسكان غزة الذين يعانون على نحو لا يمكن تصوره. وغوتيريش وجه انتقادات حادة للطريقة التي تدير بها إسرائيل حربها في القطاع الفلسطيني المدمر والتي تدخل الشهر المقبل عامها الثاني. زيارة مرتقبة هذا الأسبوع ينتظر أن يؤديها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر لبحث جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة على طريق التوصل إلى إبرام هدنة. الولايات المتحدة تفيد بأنها أنجزت سحب قواتها من النيجر بالكامل تنفيذا لمطالب النظام العسكري الحاكم في الدولة الواقعة في منطقة الساحل. ارتفاع حصيلة الفيضانات الناجمة عن الإحصار ياغي في بورما إلى 226 قتيلا و77 مفقودا وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي مساء أمس. هذه الحصيلة الجديدة تمثل ضعف تلك التي أعلن عنها المجلس العسكري الحاكم في البلاد أمس الأول، وبلغت 113 قتيلا. 7:13 بتوقيت تونس، 9:13 بتوقيت القدس المحتلة. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. وقد جاء فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون، خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية. فيتش رايتنج ترفع من تصنيف تونس الائتماني إلى 3C إيجابي. أكثر من 22 ألف موطن تكوين في 400 اختصاص توفرها مراكز التكوين المهني مع مفتتح السنة التكوينية الجديدة اليوم. في العالم، حركة حماس تؤكد جاهزيتها لخوض معركة استنزاف طويلة الأمد ضد الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع، إلى اللقاء.